بداية نبارك للحزب بفوزه بالانتخابات التي شاهدناها مؤخرا في أغلب المدن التركية. كان الحزب برهن حقيقة وجوهر بصراحة نحن نقول المقاومة الكردية الحقيقية والاتحاد الكردي الحقيقي. يعني نحن شفنا نجاحهم كيف كان غير عن السنوات اللي قبلها، يعني رغم الضغوطات القوية من قبل الميديا التركية ومن قبل الأحزاب الأخرى التركية، النجاح اللي حصلوه بسبب التوحد الكردي بصراحة، بسبب جهود الأكراد اللي موجودين هنيك طبعا بالداخل والخارج، بس كان لهم وقفة حقيقية من خلال تدريباتهم، نحن نقول من خلال انضمامهم، من خلال المسيرات اللي طلعوا فيها، قولة كلمة الحق، من خلال احتفالات، ونحن شفنا الاحتفالات الأخيرة كمان بأعياد النيروز، رفضوا كل الضغوط اللي كانت عليهم. نحن نعرف أنه بفلسفة القائد عبد الله أوجلان هو القائد الحقيقي للحرية، هو نحن نعتبر رسول الحرية. أثناء بداية فلسفته، بداية مسيرته، أثناء على الجهود والاتحادات وخاصة الاتحاد الكردي، يعني يعرف حل المشكلة صراحة من بالشرق الأوسط، مو معروفة هي تبدأ من إمرالي، وحلها موجود، حلها موجود في فكر فلسفة القائد عبد الله أوجلان. فالاتحاد الكردي، الكردي نحن نقول الحوار الكردي، قبلها كان الحوار الكردي، شفنا نحن هون عم بروجع عم نطبقه حقيقة ضمن شمال شرق سوريا، عم يطبق هذا القرار. توحد مو بس الشعب الكردي، توحد الشعوب بكافة، أخوة الشعوب سميناها بالأخير أخوة الشعب. لكن بالبداية، بداية ظهور فلسفة القائد عبد الله أوجلان كان يثني على الجهود الكردية، كون الشعب الكردي كان مضطهد جدا، يعني كانت حقوقه رايحة منه، كانت أبسط الحقوق حريته ما يقدر يعبر عن، لأنه خاصة كان بتركيا. يعني هلا تركيا لا يومنا هذا عم يحاربوا القضية الكردية، عم يحاربوا الأكراد، عم ما يعطوهم حريتهم الشخصية، رغم أنهم هم شعوب المنطقة، شعوب الأصليين للمنطقة، نحن ما نقول هم جايين، هم الشعوب الأساسيين للمنطقة، المناطق التركية بأغلب المحافظات التركية، فنحن وأغلب الولايات كذلك الأمر التركية، وفي نسبة كثير كبيرة، يعني اليوم نحن عم نشوف 30، يمكن أكثر من 30 مليون كردي، مو بس بشمال شرق سوريا أو بالمناطق العربية، نشوف ولا بالوطن العربي بكل أنحاء العالم عم يمشيوا على مبدأ وخطة فلسفة القائد عبد الله أوجلان، اللي بالبداية طالب بالتوحد الكردي. نحن شفنا الفوز الحزب، هم يقولوا حزب معارض، طبعا لهم معارض، هو معارض على فلسفة، معارض على فكر تركيا أو الاستبداد اللي عاناه والمعاناة الحقيقية اللي عانت الشعوب من خلال عدم دخولهم أو إدخالهم بالحكم أو بالوضع السياسي، كوننا نحن نعرف الأحزاب كلها سياسية، كانوا حتى يعني أبسط الحقوق ما كانوا يخلون يشاركون. فمن خلال الاتحاد، نحن نقول وحدة الصف الكردي، الكردي حقيقة، والحوارات والأحزاب الثانية، فاز الحزب، هذا انتصر على غير السنوات الماضية. طبعا التوحد الصف الكردي، بداية، بعدين شعوب المنطقة كاملة، ما بيعطي ثغرة، ما بيعطي ثغرات الدخول العدو. نحن كل شيء ضد الأمة الديمقراطية أو ضد فلسفة القائد عبد الله أوجلان هذا تعتبر ثغرة، ودخول الثغرات سواء كان من الأتراك أو الإيران أو الروس حتى الأمريكان، نحن نعتبر كل هالثغرات هي أو من داعش، اللي صراحة شفنا الشعب الكردي بداية قاوم، يعني اللي عملوا داعش ما عملت ولا دولة قدرت تقضي على داعش إلا بصراحة الحركة أو فلسفة القائد عبد الله أوجلان أو الحركة السياسية الشعبية ضمن المنطقة، يعني تميز بها مقاومتها، حتى المقاومة الحقيقية اللي انوجدت سواء بالعسكرية أو السياسية أو الشعبية أو التحرك الشعبي اللي موجود هون هو اللي قاوم صراحة داعش،
قاوم داعش. داعش اللي ولادة للغرب، اللي ولادة للعدو التركي، دعم تركي لحد الآن. الدولة التركية عم تدعم داعش، عم تدعم داعش، عم تحاول تمنع فوز الاتحاد الكردي بصراحة، أو تمنع يعني بشتى أساليب القوة عم تمنع الحوار الكردي. الكردي نحن نناشد جميع المكونات خاصة الشعب الكردي في كردستان. نحن نعرف بصراحة الخيانة موجودة منذ زمن، يعني هلا عم نشوف خاصة من عائلة البرزان بصراحة، يعني مو جديد علينا خيانتهم، يعني الخيانة من قديمة، يعني قبل حتى الأحداث هاي خيانتهم قديمة لما كانوا يحطوا إيدهم بيد، وهم مع الأسف يعني عم يحاربوا شعبهم، عم يحاربوا جنسهم، عم يحاربوا أهلهم، بس بسبب ذهنيتهم الرأسمالية اللي مارس عليهم الأتراك الخيانة. يعني الخيانة موجودة بكل مكان، بس نحن نناشد جميع الشعوب المنطقة في شمال شرق سوريا، في روجافا، في العالم جميع بيئة التوحد في كردستان بالأخص، في التوحد والانضمام إلى صفوف الحوار والمشاركة الحقيقية في الحوار الكردي الكردي، لأنه من خلال الحوار الكردي الكردي راح يحققوا النصر اللي يريدوه، هي الحرية، الجوهر الحقيقي للحرية.